السلام عليكم، كيفكم أصدقائي؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا منيحين. بهذا الفيديو راح أحكي عن موضوع كتير مهم وكتير من الأسئلة وكتير من الشباب عم يتساءلوا عن هذا الموضوع، وهل راح يكون فيه قبول أو لا. بتمنى تشتركوا في القناة وتدعموا الفيديو، وشكر خاص لكل واحد عم يدعمنا بتعليق باللايك أو بأي شيء. بهذا الفيديو راح أحكي عن مقارنة بين اللاجئين السوريين أولا لما الاستقبال والاهتمام وهيك، واللاجئين الأوكرانيين. وموضوع تاني مهم كتير اللي هو هل الأفارقة والجزائريين والمصريين وأي شخص أجنبي غير أوكراني موجود في أوكرانيا، كان موجود في أوكرانيا وخاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هل راح تستقبله أوروبا؟ تعطيه لجوء؟ تعطيه حماية ولا لا؟ هذول الموضوعين بس بهذا الفيديو. أول شيء، اللاجئين السوريين لما دخلوا ب 2015، عم نعرف إنه الحرب في سوريا موجودة من 2011، اللاجئين هربوا، يعني بدهم يخلصوا حالهم، يخلصوا ارواحهم من قتل، من الموت، من اي شيء، من صواريخ، من قنابل، من دبابات، من طائرات، من قصف. فاجوا لتركيا وبعدين لليونان وراحوا باتجاه اوروبا. بهذا الوقت ما حدا عرض انه راح نستقبل اللاجئين السوريين، عكس اللاجئين الاوكرانيين اللي اوروبا فتحت ايديها للاخر وقالت راح نستقبل اللاجئين الاوكرانيين. الوضع مغاير، ما بعرف شو الوضع مغاير بين سوريا وبين أوكرانيا. سوريا في عنا أكثر من 10 سنين حرب، أوكرانيا 7 أيام فقط. ولكن طبعا كل المحبة وكل التضامن مع الشعب الأوكراني اللي حقيقة عم ينضر وعم ينظلم بهذا الحرب الشعب. ولكن ما بعرف الفرق ما بين السوريين والأوكرانيين، ممكن لون العين، لون الشعر، لون البشرة. ممكن استقبلتهم ألمانيا فقط، واستقبلتهم بعد صعوبات مع التأقلم، مع قبول اللجوء، مع الأوراق وهيك، يعني كان في صعوبات. أما اللاجئين الأوكرانيين، بولندا عم تقول ما عم نواجه صعوبات، 500,000 لاجئ دخل أوكراني دخل لبولندا من أوكرانيا، ما عم يواجهوا صعوبات، بس عم يواجهوا صعوبات مع الأفارقة، مع المصريين، مع الجزائريين والمغربيين اللي على الحدود، اللي ما عم يخليهم يدخلوا لبولندا. مو جايين على بولندا مشان سواد بولندا ولا يعيشوا فيها هيك، بس مشان أمان، يعني كم يوم ليروحوا على بلد اوروبي ثاني او ليرجعوا على بلدانهم. بولندا عم تطالع صعوبات كثير، ونحن شفنا بالفتره الاخيره ببيلاروسيا، ما في داعي نحكي هاي الاسطوانه ونعيدها كل مره. ولكن في حقيقه الاعلام البريطاني من خلال صحفيين مو مره ومو مرتين تكررت هاي الحادثه، وانه اللاجئين السوريين هيك واللاجئين الاوكرانيين عيونهم بشرتهم شقر وشعرهم احلى، وهن المثقفين. رئيس الوزراء البلغاري قال هن المثقفين متعلمين احسن من لاجئين الشرق الاوسط اللي عندهم خلفيات واللي جايين من كلمات ما في المشكله، ما فيني اعبر بكل حريتي على اليوتيوب لانه في كلمات محظوره وفي اشياء من ضمن سياسات يوتيوب ما فينا نحكي فيها. يعني هذا الخطا وهذا التمييز اتكرر مره ومرتين ثلاثه، وفي قنوات كثيره ومواقع مختصه باللاجئين بالهجره وبيهتموا بلاجئين الشرق الاوسط عرضوا هاي المواضيع بشكل عام للاعلام، وكل العالم شافت الفيديوهات، وانا نشرت فيديو على صفحتي على اليوتيوب على قناتي، فيكم تشوفوه، على المعامله السيئه للمصريين واللاجئين العرب موجودين في اوكرانيا. الموضوع الثاني، هلا في عنا اكثر من 500,000 خارج اوكرانيا اوكراني، وفي عنا ملايين، يعني مليون ثلاثة أربعة خمس ملايين مشرد نازح داخل اوكرانيا بسبب الحرب اللي عم تستمر اليوم السابع على التوالي. ولكن شو مصير الافارقه واللاجئين الاجانب واللي من شمال افريقيا وشرق الاوسط بشكل عام، شو مصيرهم اذا بيدخلوا مع الصعوبات اللي عم يدخلوا فيها الى بولندا؟ طيب شو مصيرهم؟ وزيره الشؤون الداخليه في الاتحاد الاوروبي الفا جوهانسون قالت هدول اللاجئين، هدول المواطنين اللي من دول ثانيه، من دول مصر مثلا، الجزائر وهيك، اذا حابين يروحوا الى بلدانهم فراح نعطيهم تسهيلات ليروحوا. والحكومات هدول عم تتواصل مع رعاياها في هاي الدول، دول بالاخص بولندا، لياخذوهم. واذا بدهم يجوا الى اوروبا، دول ثانيه مثل المانيا، مثل دوله ثانيه، يقدموا حمايه، ان اذا بحاجه الى حمايه حابين يقدموا لجوء او حمايه، فما في اي مشكله فيهم يجوا ويقدموا على الحمايه. هذا الشيء الايجابي اللي لاحظته من كل هاي الازمه اللي صايره بخصوص اللاجئين العرب الشرق الاوسط وشمال افريقيا. انا الشيء هذا الايجابي اللي لاحظته فقط، والاشياء الثانيه كلها سلبيه وكلها في انحياز، يعني في انحياز بشكل واضح لجهة
الاوكرانيين. اوكرانيا على فكره ما هي دول الاتحاد الاوروبي لحد الان، ما دخلت الاتحاد الاوروبي، ولكن في انحياز بشكل واضح. حبيت احكي بشكل مختصر عن هذا الموضوع. راح يكون في فيديوهات ثانيه طبعا ومواضيع مهمه كثير. بتمنى منكم تدعموا القناه لانه نحن لساتنا ببدايتنا، غيرنا المحتوى شوي، عم نحكي عن مواضيع مهمه، مواضيع منتشره بشكل عام. وكل شكر والتقدير والحب لكل شخص عم يدعم باللايك او باي شيء. ونلقاكم بفيديو ثاني.